أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا الكرام لصفحتنا العلمية. نسعد في هذا اللقاء أن نشارككم مرافقة تتعلق بتقديم شروحات حول إضافة المراجع لمقال تم قبوله للنشر في مجلة جزائرية محكمة بصيغتها المحكمة وكذلك المصنف. كما تعلمون وما هو متعارف عليه، فإن ميدان النشر العلمي في الجزائر أصبح أكثر تنظيما بعد تأسيس المنصة الوطنية للمجلات العلمية أسيجيبي. هذه العملية تتطلب من الباحثين في طوري الدكتوراه وكذلك الماجستير فتح حساب عليه، إما عن طريق الإيميل المهني أو كذلك الإيميل الشخصي. عملية نشر المقالات بعد تحكيمها وقبولها للنشر تأتيك رسالة قبول في خانة المقالات المقبولة للنشر. نضغط عليها باللون الأخضر. توجد هنا علامة الفاصلة مع البروفايل الخاص لهذا المقال المتعلق بعنوانه، كذلك يوم إرساله، وكذلك تاريخ قبوله والمجلة، وكذلك المعلومات الخاصة بهذا المقال. إذا أردت أن تضغط عليه ستجد اسمك وكذلك ملخصك وكلمات المفتاح. نضغط على الفاصلتين. العملية بسيطة جدا جدا، كل ما يتطلب منك الأمر هو العودة إلى مقالك الأصلي والأخذ إما بطريقتين. بعد الضغط على قائمة أيقونة أجوتي ستختار نوعية المرجع إذا كان مقالا في مجلة وكذلك مقالا في ملتقى، كذلك إذا كان أطروحة أو كذلك كتاب أو كذلك مبحث كتاب أو كذلك صفحة على الويب أو كذلك تقرير. بالنسبة للعملية فإنها أسهل إذا ما تعلقت بالمقالات المنشورة في الأسي جي بي. إذا كان أحد مراجعك يعتبر مقال منشور في مجلة جزائرية، فالعملية هنا سهلة جدا وترتبط منك إما بالاختيار التسجيل اليدوي لمعلومات هذا المقال، معلومات البيبليوغرافية من العنوان، كذلك الاسم، اللقب، إضافة مؤلف ثاني، كذلك العنوان الخاص بالمجلة، كذلك العدد والمجلد، وكذلك السنة والصفحات، والدي او اي اذا كانت هذه المجلة تمتلك اشتراك في كروسريف. العملية آلية قلنا اذا كانت المراجع تضم مراجع لمقالات جزائرية، ما علينا فقط الا العودة الى الاسي جي بي والبحث عن عنوان هذا المرجع واخذ اللينك الخاص به هنا في الأعلى ونأخذه لصق إلى خانة المراجع على شكل مقالات من مجلة ونضغط على ريسيرش تظهر لنا المعلومات آلية، ما علينا إلا الضغط على أجوتي. في نهاية المطاف نضغط على سيف جاردي، ثم بعد ذلك نعود من جديد ونضغط على ترميني حتى نعطي تنبيها لرئيس تحرير المجلة لهذه المجلة المحكمة صنف سي وهي مجلة الإشكالات في اللغة والأدب العربي. بهذه المناسبة نشكر القائم عليها رئيس التحرير الأستاذ الدكتور حينوني على كل المجهودات التي يبذلها. بهذه الطريقة تكون لديك فكرة حول إضافة المراجع بطريقة آلية. كان معكم دكتور سلطاني فاروق من جامعة سطيف 2، تمنيتي لكم بالتوفيق. سلام.